وبعد طول انتظار يدخل العراق مرحلة جديدة من تاريخه السياسي بحكومة جديدة جاءت بعد اعتذار مكلفين اثنين عن تشكيلها ليتصدر المشهد ويمر بجزء كبير من كابينته تحت قبة البرلمان رئيسها مصطفى الكاظمي الذي بدأ عمله سريعا وفق مبدأ المصارحة للشعب من أجل العبور في البلاد إلى بر الأمان. قبل أن أبدأ النقاش مع ضيفي دعونا نشاهد هذا التقرير. العراق أكبر من التحديات، عنوان لمقال بقلم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، كشف المستور حول ما يدور في كواليس العملية السياسية وما يتعرض له من ضغوط وهو يواجه مشاكل البلاد بعد قبوله منصب رئاسة الحكومة الجديدة. المقال تضمن مجموعة من التنبيهات أطلقها الكاظمي أمام الشعب، قال فيها: وجدت خزينة الدولة شبه خاوية بسبب الفساد، الفساد استنزف الثروة التي دخلت خزائن العراق، استجبت لتحمل المسؤولية معتمدا على تفهم الكتل والقيادات السياسية، ليس بالإمكان المباشرة بأية خطوة جادة من دون الشروع بما يعيد للدولة هيبتها وبسط سيادتها، أواجه وعودا متناقضة للكتل في استكمال الحكومة وآذانا غير صاغية في تصحيح المسار. البلاد مهددة وأفضل الخيارات التي قد تواجهنا الانحدار للفوضى. التدني الخطير في موارد البلاد يحتم على الحكومة البحث في كل الاتجاهات لإيجاد مصادر عاجلة لتسديد الرواتب. وبعد كل ذلك عاد الكاظمي ليجدد تأكيده على ضرورة أن يضع الجميع المصالح الوطنية العليا فوق المصالح الثانوية، وأن تتضافر جهود الكتل والأحزاب وبتفهم من الشعب لعبور هذه المرحلة، مبينا أن لا خيار أمام الجميع سوى خيار الاستجابة للمطالب الشعبية العادلة التي عبرت عنها الحركة الاحتجاجية وساحات التظاهر وتصفية تركة المحاصصة المقيتة بكل تجلياتها ومحاربة الفساد المالي والإداري. رئيس مجلس الوزراء ذكر الشعب العراقي بمهام حكومته خلال الفترة الانتقالية الحالية والتي تعهد بتنفيذها قائلا: أتعهد بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وضمان نزاهتها، لم ولن أصدر أي أمر بإطلاق الرصاص ضد المتظاهرين، ومن يقوم بذلك سيقدم للعدالة. نؤكد على اتخاذ كل التدابير العاجلة لمواجهة الأزمة المالية والفساد وكورونا. استعادة هيبة الدولة وتأكيد السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية المعنية. سأمضي بتعهداتي كرد على من نبهني بأنني بلا حزب ولا كتلة تحميني. الكاظمي اختار لنفسه طريقا محفوفا بالمخاطر لاستعادة العراق ممن اتفق على تمزيقه، معتمدا على مساندة الشعب له، كون الأخير دائما وأبدا هو مصدر السلطات. انضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة السيد فهد الجبوري. سيد فهد، مرحبا بك. أهلا وسهلا بجنابكم. يا مرحبا، حياك الله. مع حسم ملف الحكومة الجديدة وتمرير حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، هل نستطيع القول بأن العملية السياسية بدأت نوعا ما بالاستقرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الأعزاء. أهلا بك. بدءا منذ اختيار السيد الكاظمي، نقول إن العراق قد مر بمرحلة انتقالية أو مرحلة هو استقرار ذاتي للعملية السياسية أو للنظام السياسي المتواجد في العراق. تعلمون جنابكم هناك سخط كبير متواجد من قبل المتظاهرين ومن أغلب الشعب العراقي على معظم الكيانات السياسية ومعظم الأحزاب السياسية المتواجدة من نتيجة الفساد، نتيجة العديد من الأمور السلبية التي كانت متحكمة بها سابقا، خصوصا في الأزمن رئاسات الوزراء السابقين. وبذلك حصل هناك انتفاضة أو حصلت هناك مظاهرات، أدت هذه المظاهرات إلى إسقاط حكومة السيد عبد المهدي وفشل
ذريع لمدة سنة بفعل هذه الحكومة، وبدوره كانت هناك احتجاجات شعبية، وقد لبى هذه الاحتجاجات الشعبية واستقالت الحكومة، وحصلت خلافات عديدة واختلافات واحتدامات وانقسامات داخل الكتل السياسية في خصوص اختيار شخصيات أو تكليف شخصيات، وكذلك إفشال بعض المكلفين لهذا المنصب. السيد الكاظمي الآن أصبح نقطة التقاء إيجابية ما بين كل الكتل السياسية المتواجدة على الساحة السياسية للخروج بهذه الأزمة الراهنة الحالية. الأزمة الراهنة الحالية مقسمة إلى ثلاثة أنواع أخي العزيز: أزمة اقتصادية وصحية وأمنية. الأزمة الأمنية هناك تحسن كبير بعد تسلم السيد الكاظمي رئاسة الوزراء، وهناك شخصيات نزيهة وقديرة وكفوءة تسلمت وزارة الداخلية وزارة الدفاع. نلاحظ أن هناك تحسن نسبي في الجانب الأمني، هناك بعض التراجع في الجانب الصحي نتيجة عدم الوعي الصحي لدى بعض المواطنين. خلية الأزمة لم تكن كما كانت في السابق، نرى أن هناك في السابق كان هناك فعالية أكبر في هذه الخلية، ولا نقصد بشخوص معينين ولكن بقدر الالتزامات بهذه التعليمات. وكذلك الجانب الاقتصادي السيء والذي سيسوء مستقبلا أيضا، وهناك العديد من التقارير التي تقول أن الاقتصاد العراقي الذي هو ريعي على النفط وانخفاض أسعار النفط، وكذلك جانب جائحة كورونا التي أثرت على هذا الجانب في استخراج وتصدير وتمويل هذه الأمور. لكن هناك بعض المحددات السيد الكاظمي أخذها على عين الاعتبار، أن حكومة السيد الكاظمي هي حكومة انتقالية، ليست حكومة لحل أزمات ولا حكومة لحل خدمات وحل حالة المشاكل المتواجدة منذ 17 عام إلى حد هذه اللحظة. هي حكومة انتقالية لديها هدفين رئيسيين، هذين الهدفين: أولا إجراء انتخابات مبكرة، حصر السلاح بيد الدولة. إجراء الانتخابات المبكرة بمراقبة دولية وبنزاهة وبشفافية عالية. أنا شخصيا سوف أضمن لك عدم وجود هذه الشخصيات المتواجدة. 80% من أعضاء مجلس النواب المتواجدين لم يكونوا شركاء في الحكم مستقبلا أو في جانب مجلس النواب وكذلك الوزراء. لذلك لابد الآن من الشروع بإجراء انتخابات نزيهة مستقلة شفافة دون تدخل من الأحزاب السياسية التي كانت متنفذة، ولا من قوى اللا دولة التي عبرنا نحن عنها في تيار الحكمة منذ سنة من الآن، وقلنا نترك الخيار إلى السيد الكاظمي في أن يتبنى الملف الأمني ويتبنى الملف الخدمي، وهو المتصدي الوحيد الآن لهذا الجانب، ونحن داعمون لهذا التصدي. ونلاحظ هناك إيجابية في التعامل من الشارع العراقي وكذلك من المواطنين مع السيد الكاظمي، وهذه لم تحصل سابقا مع رؤساء الوزراء السابقين، ومعظم الكتل السياسية أيضا داعمة إلى السيد عبد المهدي. وهناك خلافات نقول الآن إنها قد قلت خلال اليومين السابقين بخصوص الوزارات المتبقية. نعم، سنعود تفصيلا لباقي الملفات وخصوصا الاقتصادية والصحية، لكن هناك مقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخير الذي كشف فيه المستور وصارح الشعب، كيف تقرأ ما ورد فيه من معلومات وكيف سيستفيد منها الكاظمي؟ يعني بدورنا أخي العزيز نحن وضحنا سابقا، نعم هو تكلم بمقال وكان مقال مطول عن بعض الضغوط السياسية التي يتعرض إليها. تعلمون جنابكم أن القوم في العلن غير القوم في السر، وهذه واضحة ونحن وضحناها كحكمة منذ البداية، وقلنا أنا شخصيا وضحتها إلى قناتكم ووضحتها قبل أشهر من الآن بأن اللجان التفاوضية التي تجلس تتكلم شيء بالإعلام هو مغاير لما تريده في الاجتماعات، تتكلم في الإعلام بأنها مستغنية عن كل المناصب والحصص ومخولة، ولكن هناك استقتال مميت في اللجان التفاوضية لأجل المناصب والسفرات والمناصب الخاصة والهيئات الخاصة. لذلك السيد الكاظمي، وأنا أظن أن هذا التحذير شديد اللهجة وجد في مقاله إلى الكتل السياسية بأن تترك الخيار له في إكمال الكابينة الوزارية، إكمال الأمور الشاغرة الآن المتواجدة في حكومته من مستشارين مدراء مكاتب، العديد من المواضيع الرئيسية المتواجدة في حكومته، وعدم الرضخ إلى هذه الأحزاب. وبدوره هو إن رضخ إلى هذه الأحزاب فإنه سيفشل كما فشل السيد عبد المهدي في الحكومة السابقة. هناك العديد من الجوانب المتواجدة والمطبات المتواجدة أمام السيد الكاظمي، لابد من الكتل السياسية دعم هذا الشخص للخروج من هذه الأزمة الراهنة وانتشال العراق. هناك تحديات كبيرة، صعوبات متواجدة، عقبات جسيمة متواجدة أمام السيد الكاظمي،
العالمي، اختلاف إيراني أمريكي، نزول الاقتصاد، جائحة كورونا، العديد من المواضيع. هذه المواضيع صعبة لا يمكن للسيد الكاظمي أن يجتازها وحده، لذلك لابد من الكتل السياسية جميعها أن تدعم هذه الشخصية، والحراك الشعبي يكون داعم إلى السيد الكاظمي وإنهاء أو شبه إنهاء لهذه المظاهرات المتواجدة حاليا لانتشال العراق من الوضع الراهن حاليا، لأن العراق على مفترق طرق لا تفتهم نتيجته خلال الأيام المقبلة. لذلك الخروج بنتيجة إيجابية السيد الكاظمي كابينته الوزارية هو المتصدي، لابد من دعم للخروج من هذه الأزمة والإعداد إلى الانتخابات المبكرة التي هي الفيصل الرئيسي في النظام السياسي منذ 2003 إلى حد هذه اللحظة. من كان غير راضي عن أداء هذا النظام فليحاول ليغير النظام، ومن الكتل السياسية أيضاً تريد تطوير وإصلاح هذا النظام. الشروع بهذه الجوانب هو صندوق الاقتراع، الفيصل الرئيسي هي الانتخابات المبكرة، حصر السلاح ليد الدولة لأن يكون العراق محترم في المجتمع الدولي وبين دول الجوار والدول الإقليمية. هذا من الهدفين الرئيسيين إلى السيد الكاظمي. نعم، يعني بالنسبة لموضوع الانتخابات سيد الجبوري، موضوع الانتخابات وأيضا حصر السلاح بيد الدولة، يعني الملفان سيكونان شائكان خصوصا أو شائكين خصوصا ملف حصر السلاح بيد الدولة، لكن دعني أسأل عن الانتخابات، كيف ستمر هذه الإجراءات في ظل الظروف؟ هل تعتقد أن الأمر سيكون أسهل مما يعتقد البعض في ظل كل هذه الظروف التي نعيشها في العراق؟ يعني الموضوع هو قد يطول بعض الشيء. سابقا كان الاتفاق أن تكون هي المرحلة الانتقالية سنة واحدة فقط والشروع بإجراء الانتخابات المبكرة، لكن الآن الوضع اختلف من الناحية المادية باعتبار أن هناك لوجستيات لم تكمل إلى حد هذه اللحظة فيما يخص المفوضية وكذلك مجلس المفوضين، وكذلك الهدف الرئيسي هو قانون الانتخابات. إلى حد هذه اللحظة قانون الانتخابات هناك بعض الكتل السياسية تريد تغيير هذا القانون، ولحد هذه اللحظة هو غير مفهوم ما هي الدوائر المتعددة والمنفردة والعديد من المواضيع الملغوطة المتواجدة في هذا القانون. لذلك أنا أعتقد أن الأمر سيطول بعض الشيء، ولكن الإطالة بقدر ما أن تكون هناك انتخابات مبكرة تحت مسمى المبكر ولكن تكون نزيهة وشفافة وتوصل صوت المواطن العراقي والفرد العراقي بصورة صحيحة بدون تدخل لا من قوى لا دولة ولا من السلاح المنفلت ولا من المال السياسي الحرام وكذلك من يتنصبون بمناصبهم ويتنفذون بهذه المناصب. لذلك هذه الأهداف الرئيسية، الانتخابات ستجرى، هذا واجب على السيد الكاظمي وواجب حكومته المتواجدة وكذلك على الكتل السياسية إجراء الانتخابات المبكرة، لأنها مطلب شعب عراقي، مطلب من خرج بالمظاهرات وكذلك مطلب الكتل السياسية الوطنية التي نادت بهذا الجانب. الهدف الرئيسي أخي العزيز هو انتشال العراق من الوضع الراهن. عند انتشال العراق نستطيع الآن الشروع بالانتخابات المبكرة والمضي بحياة سياسية مثالية تضمنها هذه الانتخابات المبكرة. نعم، يعني هناك من يتحدث أو يقول أن قبول الكاظمي بهذه المهمة الصعبة دليل على شجاعته وحرصه أو حرصه على إنقاذ ما تبقى لو صح القول من العراق، هل تتفق مع هذا الرأي؟ أكيد، هو الرجل يرى بهذا الجانب تكليف وطني، وهو فعلا تكليف وطني، لم يأتي تكليف من أحد البيوت للمكونات سواء الشيعية أو السنية والكردية، هو تكليف وطني. يرى أن العراق يمر بمرحلة انهيار، والانهيار هو اقتصادي مالي من كل الجوانب، الاحتدامات الخارجية، الاختلافات الخارجية التي أرادت صنع العراق ساحة لتصفية النزاعات والخصومات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والعديد من الأمور الأخرى، ممر للجانب السوري لتهريب السلاح، ممر لتهريب المخدرات، العديد من المواضيع التي أنهكت العراق وقد تؤدي إلى زوال هذا الجانب. لذلك رأى هذا الشخص وبتوافقية سياسية وبأغلبية وطنية
كانت حاضرة يوم التكليف ويوم إعطاء الثقة في مجلس النواب، ويرى أنه هو نقطة الالتقاء ما بين الشعب العراقي الذي غير راضي عن أداء الحكومة العراقية وما بين الكيانات السياسية التي كانت مختلفة أو محتدمة فيما بينها. لذلك هو أصبح نقطة التقاء للخروج من هذه الدوامة المتواجدة حاليا ومن هذا الخلاف المتواجد حاليا والأهداف التي وضحناها لجنابكم. تماما. الكتل السياسية اليوم كما تفضلت تقول في العلن: منحنا رئيس الحكومة حرية الاختيار. خلف الكواليس تطالب بمستحقاتها. برأيك هل ستوافق هذه المرة هذه الكتل السياسية على استكمال حكومة الكاظمي خلال الأيام المقبلة، أم ستستمر الخلافات على ما تبقى من وزارات؟ لا أنا أوضح لجنابك أن بعد ما قال السيد الكاظمي وبعد التأييد الشعبي الكبير والإيجابية الكبيرة لقرارات السيد الكاظمي خصوصا قرارات مجلس الوزراء، هناك ضغط على بعض الكتل السياسية التي قد تحاول أن تتجه إلى طريق المعارضة، وهذا جانب إيجابي لكل حكومة. لابد أن يكون هناك جانب معارض وجانب موالي لهذه الحكومة، وبدورهم سيكون جناح الديمقراطية متواجد في هذا الجانب ومتوازن. لذلك هذه الكتل إن كانت هناك فنتمنى أن تكون هناك معارضة إيجابية بناءة لانتقاد بعض السلبيات المتواجدة من عمل الحكومة وتقويم هذه الجوانب. ولكن نقول أن الوضع اختلف خلال اليومين السابقين، كان هناك اختلاف كبير على وزارة الخارجية ووزارة النفط. أعتقد الوزارات الباقية هي كلها كاملة فقط في انتظار، وبعد العيد كان تأجل الموضوع إلى بعد العيد. كان السيد الكاظمي أبلغ بأن قبل العيد سوف يكمل الكابينة، ولكن الآن أجل هذا الجانب إلى ما بعد العيد. السيد الكاظمي الآن يعتقد الخلافين فقط على الخارجية والنفط، الوزارات الباقية قد استكملت من ناحية المرشحين ومن ناحية التوافق السياسي وعدم وجود ملاحظات على الأسماء للوزارات الباقية. وزارة النفط السيد الكاظمي قد خول نواب 27 نائب من البصرة، خولهم باختيار شخصية أو ترشيح شخصية لهذا المنصب باعتبار أن هذا المنصب هو من حصة محافظة البصرة، فبذلك هناك إيجابية في التعاون وسلاسة في هذا الجانب في اختيار شخصية. تمام. الجانب الكردي أعتقد هو متشبث بالسيد فؤاد حسين، وهذه الأمور سوف تنتهي خلال اليومين السابقين، إما أن يرشح شخصية بديلة عن السيد فؤاد حسين أو يترك الأمر إلى مجلس النواب، وبدورهم من سيعطون الموافقة من عدمها على السيد فؤاد حسين. سنعود لملف البصرة وملف القوى الكردية، لكن حديث الكاظمي عن الفساد واستلامه لميزانية شبه خاوية، هل هذه دعوة للقضاء للبدء بالتحقيق مع المتسببين بكل هذا؟ يعني بدورنا أخي العزيز فلنأتي نتكلم بصراحة وبوضوح. السيد العبادي سلم السيد عبد المهدي ميزانية قدرها يعني الفائض الذي كان متواجد 18 مليار دولار، وميزانية السيد عبد المهدي كانت 89 مليار دولار، عبرنا 100 مليار دولار بهذا الجانب، ولم نلاحظ أن هناك مشروع انبنى في زمن السيد عبد المهدي، ولم نلاحظ جسر انبنى في أحد المحافظات في حكومة السيد عبد المهدي، ولم نلاحظ بناء مستشفى في زمن السيد عبد المهدي. لذلك هذه كلها اختلافات متواجدة ومخالفات قانونية، لابد أن لهيئة النزاهة للقضاء للمحكمة الاتحادية أن تنظر بهذه الجوانب، أن تنظر من كان السبب في هذا الموضوع ومن كان السبب في إهدار هذا المال. تعلمون جنابكم هذه السنة قد فاقت الفساد المتواجد في السنين السابقة، هذه السنة خصوصا بعد استقالة الحكومة وبعد إدارتها للأعمال اليومية كانت هناك ملفات فساد عديدة وضحوها أعضاء مجلس النواب وملفات متواجدة لأغلبية أعضاء مجلس النواب بهذه الأمور. لابد من أن يكون هناك دور فعال أكثر لهيئة النزاهة بهذا الجانب، من سبب في هذا فراغ الخزنة المتواجدة، ما هي الأسباب، أين ذهبت الأموال، أين رؤوس الأموال، العلاقة مع إقليم كردستان، العلاقة المالية. الآن
إقليم كردستان، شعب إقليم كردستان إلى حد هذه اللحظة لم يستلم الرواتب. نعم. ما هذه الاختلافات والمخالفات المتواجدة؟ ما هو ذنب الشعب الكردي إن كانت هناك سياسات فاشلة من قبل الحكام في إقليم كردستان أو بغداد المركزية؟ ما هو ذنب شعب إقليم كردستان إلى حد هذه اللحظة لم يستلم رواتبهم؟ ويوميا تصلنا عشرات الرسائل من الأخوان في إقليم كردستان بهذا الجانب. ما هو السبب؟ ما هي الاختلافات؟ يعني العديد من المواد المتواجدة لابد من أن يكون لها حل، نتمنى أن يكون لها حل خلال الأيام المقبلة، ونتمنى من كل الكتل السياسية أن تكون داعما للسيد الكاظمي للخروج بحل وبنتيجة. السيد الجبوري برأيك هل سيكون هناك حلول حقيقية؟ نعم، الوضع الآن الوضع الراهن اختلف جذريا عن السابق، وسيكون ورقة ضاغطة على الكتل السياسية في ترك السيد الكاظمي لإكمال كابينته. فعند إكمال الكابينة سوف يبدأ العمل الحقيقي للحكومة العراقية المتواجدة حاليا أو الحكومة الانتقالية، وهناك بعض الوزراء المتواجدين المقدرين، العديد من القرارات الذين أصدروها الآن كانت منقذة إلى الجوانب التي توزروها، وكذلك في مجال وزاراتهم كانت منقذة إلى هذه الوزارات، وقرارات متواجدة ومحترمة. لذلك نجد أن هناك حزمة إصلاحات حقيقية وجدية وبإرادة عراقية خالصة كنا نفتقدها سابقا لدى هذه الحكومة، ونبقى داعمين لهذه الحكومة ومساندين لهذه الحكومة فقط لانتشال العراق من الوضع الراهن والخروج بنتيجة إيجابية في مصلحة الشعب العراقي. يعني تحدثت قبل قليل حول استكمال الحكومة والحديث ربما عن التصويت على باقي الوزارات بعد العيد مباشرة، هل ترجحون انعقاد هذه الجلسة للتصويت على الوزارات المتبقية بعد العيد مباشرة؟ أعتقد هو تم الاتفاق بعد العيد مباشرة سوف تعقد جلسة لغرض تمرير الكابينة الوزارية المتبقية أو الشاغرة، كما وضحت لجنابكم الاختلاف الرئيسي على وزارتين فقط إلى حد هذه اللحظة، وزارة الخارجية ووزارة النفط. وزارة النفط النواب من البصرة هم من بدورهم سوف يرشحون شخصية من محافظة البصرة لتسلم هذا المنصب، وكذلك الجانب الكردي أعتقد أنه سوف يتشبث بالسيد فؤاد حسين، وبدوره مجلس النواب هو من سيكون الفيصل. تمام. في إعطاء الثقة أو من غيرها. لذلك يعني بعد العيد ستكون هناك إكمال لهذه الكابينة. تحدثت عن البصرة، نواب البصرة يريدون منح محافظتهم وزارة النفط، هل باعتقادك أن ذلك سيكون حلا لمشاكل هذه المحافظة التي عانت ما عانت؟ لا أخي العزيز، لو منحت 10 وزارات إلى محافظة البصرة لن تحل مشاكلها، لم تحل الفساد المتواجد بها في مجال المحافظة، في مجال العديد من الأمور المتواجدة، ملفات فساد كبيرة متواجدة في البصرة. نتمنى أن يكون هناك دور رقابي أكبر الآن في البصرة. أهل البصرة لا يتحملون الوضع المتواجد حاليا من جانب الحار وعدم وجود مياه، أبسط مجانب الحياة ليست متواجدة الآن في البصرة وهو مياه الشرب النقية. هذا يعني هذا الفساد المتواجد، قلة الخبرة المتواجدة، اختيار الشخوص الخطأ المتواجدين، العديد من المواضيع. لذلك أنا أعتقد أن هذا جانب انفراج للبصرة في اختيار شخصية من أهالي البصرة، باعتبار أن هذه الوزارة لابد أن تكون من محافظة البصرة. في هذا الجانب لابد أن يكون هناك استحقاق للجنوب العراقي واستحقاق لمدينة البصرة باعتبارها هي مصدر أكبر مصدر للنفط في العراق. يعني بالحديث أيضا عن القوى الكردية، نواب من كتل مختلفة اجتمعوا وأكدوا أن القوى السياسية اجتمعت على عدم التصويت لوزير قديم، هل تعتقد أن هذه دعوة للقوى الكردية بتقديم مرشح آخر لوزارة الخارجية؟ يعني أنا يعني سمعت من الأخوان الأكراد هم يريدون مرشح في مجلس الوزراء سياسي بهذا الجانب، فنضع خطين تحت مسمى السياسي، هم يريدون شخصية سياسية متواجدة في مجلس الوزراء
السيد فؤاد حسين لديهم ثقة عالية بهذا الشخص، والشخص لا يملك أي خلافات مع الكيانات السياسية بقدر ما هي خلافات على ما كان مستوزر سابقا في وزارة المالية، وكانت هناك اختلافات كبيرة ومخالفات قانونية في وزارة المالية. نحن بدورنا نقول مجلس النواب هو من سيكون الفيصل بهذا الجانب، إن أصر الترشيح الكردي على السيد فؤاد حسين بهذا الموضوع فمجلس النواب هو من سيحدد بقاء في هذا استلامه لمنصب وزير الخارجية من عدمه. ولكن نقول نحن إن الوضع الآن الوضع العراقي هناك علاقات خارجية محتدمة جدا، هناك فشل في العلاقات الخارجية وفشل ذريع دبلوماسي متواجد، وهذا الفشل منذ 2003 إلى حد هذه اللحظة نتيجة اختيار الشخصيات الخاطئة في هذا المنصب، الشخصيات التي لا تستطيع أن توصل إلى مدير قسم وضعت في مجال وزير الخارجية السابقين. لذلك الآن لابد من الإتيان بشخصية محترمة مقبولة من قبل الخارج ومن قبل المجتمع الدولي وذات إيجابية في التعاون، لأن يكون هناك علاقات خارجية مع كل دول العالم في مجال احترام وتقديم مصلحة العراق على مصلحة أي بلد أو على أي بلد مجاور أو أي دولة إقليمية. تماما. أيضا كنا تحدثنا قبل قليل حول ملف حصر السلاح بيد الدولة، هذا الملف الشائك الذي يعاني منه العراق منذ زمن طويل، لم يستطع أحد حتى اللحظة من حصر السلاح بشكل جدي بيد الدولة. يعني الكاظمي عندما بدأ خطواته في رئاسة الوزراء بدأ بزيارات ميدانية للقوات الأمنية، أكد على ضرورة إعادة الهيبة لها. هل تعتقد أن هذه أولى الخطوات أم أنه سيحتاج إلى الكثير من الخطوات حتى يستطيع البدء بهذه المرحلة؟ يعني هو يراد العديد من الخطوات إلى السيد الكاظمي في مجال إرجاع هيبة المؤسسة العسكرية وكذلك جانب حصر السلاح بيد الدولة، ولكن عندما نأتي إلى محاور هذه الخطوات نجد أن اختيار وزيري الدفاع والداخلية كان اختيارين موفقين للسيد الكاظمي، وهناك اتفاق بأن السيد الكاظمي هو من اختارهم بنفسه الشخص باعتبار أن هذين المكانين الحساسين يؤثران على الجانب الأمني الذي قد تحسس سابقا أو خلال الأشهر السابقة باختراقات لتنظيم داعش في المناطق الشمالية والغربية. هناك الاختلاف الأول هو اختيار شخصيتين أمنيتين تختلف جذريا عما كان في السابق، وهناك تطور أمني متواجد حاليا وقد حس به الجانب العراقي الآن بخصوص اعتداءات داعش الأخيرة وكذلك إمساك عدد كبير من إرهابيي داعش خلال الأيام السابقة ويوم أمس، وهذه بوادر حسنية الآن تجاه أن تكون هناك مؤسسة عراقية خالصة بإدارة وإرادة عراقية. حصر السلاح بيد الدولة كل الكتل السياسية طالبت بهذا الجانب، السيد الكاظمي الرجل ألزم نفسه بهذا الموضوع، لابد من مساندته، لابد من الكتل السياسية التي تمتلك فصائل مسلحة أيضا مساندة السيد الكاظمي بهذا الجانب ودعم السيد الكاظمي للخروج من هذه الأزمة المتواجدة حاليا، لأن العراق بوجود هذه الفصائل لا يكون هناك نظام ولا وجود لدولة بهذا الجانب. لذلك مصلحة العراق هي فوق الجميع، واللجوء إلى مصلحة العراق هو السيد الكاظمي بقرارات التي اتخذها وبرنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه الرجل. يعني على ذكر هذا الملف تحديدا الذي عانى الكثير من الإشكاليات، تحدثت قبل قليل عن مؤسسات الدولة، هذه المؤسسات التي ربما تعبث في أو تعيش في الظلام، هل ستسمح أو هل ستترك الحكومة تعمل على هذا الملف بشكل حقيقي؟ ربما يعني منذ زمن طويل لم يأتي أحد للحديث عن هذا الملف بشكل كامل، لكن تعهد السيد الكاظمي كان بحصر السلاح بيد الدولة. مثل هذه المؤسسات، مؤسسات لا دولة، هل ستترك الحكومة والسيد الكاظمي أن يعمل على هذا الملف بشكل جيد؟ يعني الآن هناك اختلافات خارجية متواجدة أخي العزيز قد تجبر هذه الكيانات المتواجدة داخل العراق على أن ترجح مصلحة العراق أو مصلحتها شخصيا باعتبار أن هناك استهدافات من قبل دول التحالف أو من قبل أمريكا والعديد من الجوانب الأخرى، وكذلك سخط الشارع العراقي على هذه الأفعال التي لا تنم عن بناء دولة عراقية مؤسساتية وبنظام عراقي بالصورة الصحيحة. لذلك أصبح سخط عراقي متواجد الآن على هذه الجوانب
خارج إطار الدولة وخارج جوانب الدولة والقانون والدستور. لذلك لابد من أن تكون هناك، من أن تكون هذه الفصائل إما أن تكون منضوية تحت المؤسسة العسكرية أو لا يجب نزع هذا السلاح. هذه الجوانب ومحددات هي واجبة على هذه الكتل وواجبة على السيد الكاظمي، لأن يكون هناك جانب انتخابي بحرية عالية وباستقلالية وبمهنية وبكفاءة وبنزاهة. هذا الهدف الرئيسي. تعلمون جنابكم معظم الانتخابات السابقة كان هناك تدخل من المال الحرام، وكذلك تدخل من قبل بعض الفصائل التي كانت واقفة في أبواب المراكز الانتخابية لغرض فرض على المواطن في انتخاب أحد الكتل السياسية أو فرض على اختيار أحد الشخصيات. هذه كلها وسائل غير دولة لا تنفع الآن، وأوصلتنا إلى هذا الانحلال المتواجد حاليا. لذلك السيد الكاظمي باعتباره شخصية أمنية قوية التزمت العديد من المناصب، وأهم المناصب هو جانب المخابرات الذي كان ملتزمة وقد كان رائعا بهذا المنصب والعديد من الملاحظات، وكذلك كان مساندا دوليا بهذا الجانب. لذلك أنا أعتقد هو سوف يستطيع سيستطيع حصر السلاح بيد الدولة، وسوف يستطيع أن يعيد الهيبة لمؤسسة العسكرية التي فقدتها، أو حاولت بعض الجهات أن تفقد المؤسسة العسكرية هيبتها خلال الأيام الماضية، خصوصا من المتظاهرين وكذلك بعض الجهات خارج إطار الدولة وخارج إطار المؤسسة الأمنية. تماما. سيد فهد، يعني دعني أسألك، هل فاجأكم عودة الإرهاب بهذا الشكل في بعض المناطق؟ تحدثت قبل قليل حول عودة ظهور داعش في بعض المناطق. لا، بدورنا لم نتفاجأ، لأن قبل أشهر من الآن أنا شخصيا أيضا وضحتها للجميع بأن هناك استهدافات وتحركات وتقارير استخباراتية عن استفحال هذا التنظيم وإعادة الصفوف في بعض المحافظات لوجود بعض الخلافات. وعندما نستطيع فأن نقول بأن هذه المحافظات هي المحافظات الشمالية والغربية، وهناك بعض الاختلافات، هناك بعض الشخوص طالبوا بإخراج الحشد الشعبي، طالبوا بإخراج فصائل الحشد الشعبي المتواجدة في هذه المحافظات. ولولا وجود هذه الفصائل، يؤكد لجنابك أن المحافظات أو المناطق التي قد اعتدى عليها داعش لكانت الآن تحت سيطرتهم، وبدورهم يعلنون أيضا. نرجع إلى المربع الأول بإعلان هذه الدولة المتواجدة الإسلامية وهذه الخرافة المتواجدة. لذلك أخي العزيز، هناك العديد من الخلافات المتواجدة لابد من تقديم مصلحة العراق عليها. وضحنا للجميع أن العراق يمر بمراحل متعددة استثنائية وخطيرة وعلى مفترق طرق. التنظيمات الإرهابية متواجدة، الاقتصاد السيء، نزول أسعار النفط، جائحة كورونا، الاختلافات ما بين الكتل السياسية. لابد من الوقوف جانبا ورص الصفوف للانتهاء من هذه الاختلافات وانتشال العراق من هذا الوضع والخروج بنتائج إيجابية في حكومة السيد الكاظمي. تماما. تحدثنا قبل قليل عن الملف الصحي، كيف تقرأ اليوم الملف الصحي في ظل الإصابات المتزايدة بوباء كورونا؟ يعني أولا لا نكذب نقول أن هناك قلة من الوعي الصحي المتواجد لدى بعض المواطنين وعدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وكذلك استخفاف بهذا المرض. هناك دول عظمى قد أنهكها هذا المرض وأنهك الاقتصاد وآلاف الوفيات بهذا الجانب. لذلك لابد أن تكون هناك زيادة في الوعي الصحي. أنا شخصيا أرى في أن وزير الصحة السابق كان جديرا بهذا الجانب، وكان أكفأ بإدارة خلية الأزمة، وكان رجل واقفا بهذا الموضوع، وكانت له العديد من الأفضال بهذا الجانب، خصوصا في خلية الأزمة بجانب الحظر بالعديد من المواضيع التي كانت متواجدة سابقا. تعلمون جنابكم أن هناك اختلاف في النسب في الإصابات السابقة والإصابات الحالية. يوم أمس 113 إصابة، قبل 115 إصابة. من بداية جائحة كورونا لن نصل إلى هذا العدد. إذن هناك جانب استخفاف، جانب غير مقبول في خلية الأزمة أو في وزارة الصحة، وكذلك العديد من المواضيع المتواجدة
متواجدة. تعلمون جنابكم أن وزارة الصحة بها مئات الملفات من الفساد وعدم وجود مستشفيات، الدواء غير متواجد غير متوفر، أزمات عديدة متواجدة، ولكن نقول أن قدر الإمكان الخط المتصدي الأول هم أخواننا في الأطباء وأخواتنا الطبيبات، داعمون لهم بهذا الجانب، ونحن كتيار حكمة وفرنا كل إمكانياتنا في دعم وزارة الصحة ودعم خلية الأزمة للخروج من هذه الجائحة، وكذلك الهدف الرئيسي هو صحة المواطن العراقي فوق كل هذه الجوانب. شكرا لك على وجودك معنا عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة السيد فهد الجبوري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع هذا التقرير، بعدها نعود لاستكمال هذه التغطية. للمرة الأولى يشاهد العالم الفرق بين زيارة رئيس الحكومة العراقية السابعة مصطفى الكاظمي إلى مقر هيئة الحشد الشعبي والزيارات التي كان يقوم بها من سبقه من رؤساء الحكومات السابقة. كثيرة هي الفروقات وأكثر منها التحليلات والقراءات، لكن ما لفت انتباهنا في هذه الزيارة كم الرسائل ونوعها ووجهاتها والتي توزعت إلى هذه الوجهات. رسالة أو بمعنى أدق مجموعة رسائل وجهها الكاظمي إلى هيئة الحشد الشعبي، أكد خلالها أن الحشد الشعبي حشد العراق وليس حشد سواه. اليوم نحن في مرحلة جديدة، وأقول بكل صراحة هذا الحشد مو حشد أحد، حشد العراق، حشد الوطن، وهذا الحشد كل العراقيين. لهذا السبب تأسس هذا الحشد وسوف يستمر بهذا المعنى، وأنه أي الحشد الشعبي جزء من المنظومة العسكرية العراقية وليس كيانا منفصلا. قوة الدولة عندما تكون منسجمة مؤسساتها، ويجب أن نعمل سوية على روح هذا الانسجام، والحشد الشعبي هو جزء من السياق القانوني للدولة. أكرر حتى ننهي هذا السجال، الحشد موجود ضمن الإطار القانوني وعليه أن نوفر كل حماية وصيانة كرامة هؤلاء الأبطال. الرسالة الأخرى وجهها الكاظمي إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي تحثه على التعاون المثمر معه. أطلب من السيد رئيس هيئة الحشد أن يتعاون مع الجيش العراقي مع الأجهزة الأمنية وأنت عنصر فعال. المرجعية الدينية كانت حاضرة في رسائل الكاظمي حين قال: والمرجعية الرشيدة تعرفون جيدا انها تحمي العراق، لا تميز بين عراقي وعراقي. وكذلك ولما تبقى من ارهابي داعش الذين يحاولون العودة من تحت الرماد، وجه الكاظمية هذه الرسالة. ليسمع داعش جيدا، سننطلق قريبا في عمليات عسكرية واسعة وبدور كبير ومساهمة اساسية للحشد الشعبي للقضاء على هذا العدو، على هذا الوباء. نعم. رسالة أخرى وجهها الكاظمي إلى دعاة الطائفية وإن كانت بصورة غير مباشرة، حين أكد أن العراقيين جميعا شعب واحد يربطهم تاريخ ومصير واحد ضارب في عمق التاريخ. التاريخ كلنا نحن أبناء أحفاد إبراهيم عليه السلام، جذورنا من التاريخ. نحن ليس دولة هامشية، دولة لها امتداد تاريخي كبير. لا تستهينوا أيها الأخوة يا الأحبة بجذوركم وتاريخكم أبدا، ولا هذه التضحيات وتقارنوها بالتاريخ تلقوها ملاحم قلقامش في صدر الإسلام. هم كلهم كانوا آبائنا وإجدادنا، فأنتم أبناء هؤلاء الأبطال الفرسان. ولم يغفل الكاظمية في تطمين الداخل العراقي الشعبي والعالم الخارجي حين قال: فأهمية روح الانضباط لإعادة هيبة الدولة والمساهمة باستعادة سمعة العراق على الصعيد الداخلي الشعبي وعلى الصعيد الخارجي. إذن وفي دقائق معدودات وبشجاعة وقوة وبصورة مباشرة ومن مقر هيئة الحشد الشعبي، وجه الكاظمي رسائل عدة لجهات عدة أثلجت صدور العراقيين جميعا. ينام بالأرض ويخلي الأمرأة العجوز تصعد على ظهر حتى تصعد بالبيكاب، هذه الصورة لن أنساها.
انضم الينا الان عبر الهاتف المحلل السياسي احمد الخضر. سيد احمد مرحبا بك. يبدو ان السيد الكاظمي يولي للجانب الامني الاهتمام الكبير، كيف تقرا هذا الاهتمام؟ يعني في البدايه بس كريم وتحيه طيب الى مشاهدي قناه التغيير وشكرا لهذه الفرصه. اهلا بك. الحقيقه خطوات السيد الكاظمي بدات سريعه في البلاد الامني نظرا لاهميه هذا البلد ويمثله بالاستقرار للوضع السياسي بشكل عام. كما نعرف ان البلد الامني يمثل الركيزه الاساسيه لثبات باقي السياسات مثل السياسات الاقتصاديه والسياسات الاجتماعيه وكل السياسات تقريبا هي متعلقه بالبلد الامني. الحقيقه البلد الامني فيه خروقات كبيره ليست من جانب واحد وانما من عده جوانب. يعني هناك ملف داعش، هناك ملف العصابات المنظمه التي تدعي انتمائها لهيئات معروفه وكبيره في الدوله، هناك ايضا خروقات وتهديد من سطح الحدود، تهديدات ربما حتى لشخصيات تدعي ارتباطها بالكتله السياسيه، الملف الذي شائك. ولذلك بدا السيد الكاظمي متحركا عليه بسرعه في محاولة منه لثبات وضع السياسة في العراق ومثل تهيئة العراق للمرحلة المقبلة التي تمثل مرحلة متمثلة بمرحلة المفاوضات المترتبة مع الولايات المتحدة ومع التحالف الدولي لمحاربة داعش ومثل من إعادة ترتيب أوراق اللعبة السياسية فيما يخص الجوانب الإقليمية والعربية والدولية. إذا السيد الكاظمي يدرك وباعتباره انه كان يرى الجهاز الامني الرفيع ان مفتاح الاستقرار ومفتاح الطلاق العراق في وضعه السياسي الجديد يبدا من الملف الامني، وهذا ما لم يراه الحقيقه في حكومه السيد عادل عبد المهدي المستقيله، اذ لم يتحرك السيد عادل عبد المهدي من بعد. عكس ذلك على فشل في ملفات عديده ادت بالتالي الى استقاله الحكومه وغضب جماهيري كبير. الحقيقه شاهدنا خطوات كبيره فيما يتعلق جانب الجماعات ومحاربه داعش، وشاهدنا ايضا خطوات جريئه في التحرش على العصابات المنظمه التي عاتت في الارض فسادا في المرحله السابقه وادعت انها تنتمي لهيئات قتاليه ومؤسسات امنيه رسميه، واستغلت هذا العنوان الكبير لتتحرك في مساحات جلها مساحات خطأ جمع القانون ومساحات ابتزاز للشركات ومساحات ابتزاز لملف الاستثمار بالعراق، وبالتالي ادت الى فوضى كبيره وانحسار في هذا المجال. اليوم ترى ان هناك خطوات مشجعه لحتى هذه اللحظه، خطوات جريئه ممكن لنا ان تكون مفتاحا او خارطه طريق جديده لتعديل السياسات الماسيه في العراق. هذا السيد الكاظمي لا يمتلك عصا سحريه ليغير ما بين يوم وليله كل السلبيات التي تراكمت نتيجه فشل الحكومات المتعاقبه والفشل الكبير لحكومه السيد عادل عبد المهدي، لكن على الاقل يمتلك رؤيه، يمتلك عقليه تستقر الوضع وكيف معالجه الوضع والشروع في المعالجه. ربما المعالجه ستكون صعبه لاصطدامها ببعض الموانئ السياسيه، موانع اقليميه، موانع دوليه، نعم هذا موجود، لكن هناك استقراء حقيقي ما نراه، هناك استقراء واقعي، هناك استقراء واضح للساحه العراقيه، وبالتالي السيد الكاظمي اعتقد سوف تكون له طرق لمحاربه كل هذا الفشل وطرق بديله ايضا فيما حال لو فشلت الطرق الاساسيه واضطربت من الموانع والمصدات التي تحدثنا عنها. نعم، يعني قبل أن أسألك حول آليات حصر السلاح بيد الدولة، البعض تحدث اليوم أن الكاظمي عندما اهتم كل هذا الاهتمام بالجانب الأمني من خلال زياراته الميدانية لوزارة الدفاع، مقر جهاز مكافحة الإرهاب، أيضا هيئة الحشد الشعبي، كان هذا من مبدأ باستقامة الملف الأمني تستقيم باقي الملفات، هل تتفق مع هذا الرأي؟ الحقيقه حصر السلاح بيد الدوله انا اراها وهم صعبه وحساسه جدا، نظرا لان هناك بعض الجهات داخل العراق لا تؤمن بنظريه نزع السلاح. نحن اليوم
تواجه مشكلة كبيرة ليس في تعدد المؤسسات الأمنية في العراق، تعدد المؤسسات الأمنية هذا يأتي ضمن قانون وضمن ما شرع من مجلس النواب مثل هيئة الحشد الشعبي وغيرها. نحن نواجه مشكلة العصابات المنظمة التي تدعي انتماءها للجهات الأمنية كالحشد الشعبي وغيرها، هناك عصابات منظمة تدعي انتماءها باطلا لهذه المؤسسات المحترمة، وبالتالي تتحرك للابتزاز وتتحرك لتهديد الناس وتهديد الأمن والصورة عامة. لذلك التحدي الأكبر هو المواجهة أو التحرك على هذه العصابات المنظمة التي تسمي نفسها تارة إذا تنتمي إلى مؤسسات أمنية رفيعة وتارة إلى كتل سياسية. بالتالي شهدنا تحرك سريعا وفي البصرة، وشهدنا تحرك سريعا حتى في جنوب بغداد بإلقاء القبض على منظمة كبيرة تدعي انتماءها للحشد الشعبي، تمتلك أسلحة متوسطة وسيارات مسطحة كانت تقوم بابتزاز الشركات الأجنبية الحاملة في العراق. كل هذه الخطوات الحقيقة تجعلنا متفائلين نوعا ما بأن تحركات السيد الكاظمي هي سريعة ومباغتة وبالاتجاه المناسب. ولذلك نقول أن خطوات السيد الكاظمي ستكون مقياس نجاحه في الفترة القادمة، نظرا لما قلناه سابقا بأن المفتاح الأمني أو مفتاح استقرار الوضع الأمني هو الذي يتيح لنا خارطة الطريق استقرار للملفات الأخرى في العراق. نعم تماما، يعني ربما نشهد في الأيام المقبلة المزيد من اللقاءات الأمنية التي قد تصب أيضا في مصلحة حصر السلاح بيد الدولة، لكن ألا نخشى من مواجهة في المرحلة المقبلة ما بين بعض هذه المؤسسات التي لا تنضوي تحت لواء الدولة؟ الحقيقة ربما لا توجد مؤسسات لا تنضوي أو لا تنضوي تحت لواء الدولة ومؤسسات الدولة. أنا قلت لك أخي الفاضل هناك عصابات منظمة تدعي انتماءها لهذه المؤسسات، كل مؤسسات الدولة هي بالتالي مشرعة ضمن القانون وموجودة ضمن قاعدة التشريعات العراقية، وهي بطريقة أو بأخرى ترتبط بالقاعدة العام للقوات المسلحة وترتبط بالمنظومة الأمنية والعسكرية الموجودة بالدولة. بالتالي لا خوف من هذه المؤسسات مهما تعددت على ولا نظرا لارتباطها العسكري والإداري والمالي والتسليحي بالدولة. الخوف كما قلت من العصابات المنظمة، والعصابات كبيرة عندما أقول عصابات منظمة أنا لا أقصد أن تتكون من 3 أفراد أو 6 أفراد، هذه عصابات منظمة عملت وحاطت في الأرض فسادا لسنوات طويلة، انتحلت صفوات رسمية في مؤسسات رفيعة كالحشد الشعبي وغيرها، وقامت عمليات ابتزاز واستغلت بعض علاقاتها وبعض القيادات السياسية لتقوم بهذه الحركات الإجرامية. وبالتالي اليوم الشاهد والمرة الأولى منذ 2014 لحد الآن تحرك جاد من قبل الدولة ومن قبل وزارة الداخلية على إلقاء القبض. يعني كما قلت لك كانت هناك خلال 10 أيام القبض على عصابتين كبيرتين، أحدهما في البصرة تدعي أنها جهة سياسية وتنتمي إلى أحد المؤسسات الأمنية الرفيعة، وكان هناك القبض على عصابة جدا كبيرة في جنوب بغداد ساهمت في ابتزاز الشركات الأجنبية وتم اعتقالهم وفق المادة 4 رقم، وتمت المصادقة على أقوالهم قضائيا ليحالوا في الوقت المقبل كما يعني نلاحظ إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل. بالتالي السيد الكاظمي يعرف كيف يستخدم القانون ويعرف كيف يتحرك ومن يستهدف، وبالدبر وأكرر هنا لرئاسته ولجهاز أمني رفيع هو يعرف من الذي يستغل هذا العنوان ومن الذي يستغل ذلك العنوان في ممارسة عمليات الإجرام ومحاولة الهيمنة على مؤسسات الدولة. تماما، كل الشكر لك المحلل السياسي من بغداد أحمد الخضر، شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات فريق العمل ومني محدثكم محمد سلامة في أمان الله.